يا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا. مصر حكاية حضارة عريقة بدأت ما قبل التاريخ، فملامحها صنعت التاريخ بكل معالمه. فأي طالب علم في أي مكان من كوكب الأرض لا يمكن أنه يبدأ درس للتاريخ والحضارة بدون ما يبدأ بمصر. ومؤخرا شهدت أم الدنيا احتفالا فنيا خاصا في موكب ضخم تم نقل الموميات الملكية من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط. وأم الدنيا لها محبين في كل الدنيا، ولكل أكيد يبغي يحتفل معها. وعندنا اليوم الفنان طارق المنهاري أحد المحبين، وسوى عمل فني اسمه حكاية الحضارة. يا مرحبا ومسهلا فيك. مرحب بادي، الله يطول عمرك. ايش حالك؟ صحتك طيب؟ الله يطول عمرك بخير. شو هالخطوة الجميلة وهالإبداع المتميز بحكاية الحضارة؟ الله يطول عمرك. هي كان عنوانها حكاية حضارة. وقبل ما نبدأ حابب أشكركم طبعاً على الاستضافة الطيبة، وشكراً لك ولكل الكادر اللي خلف الكواليس من إخراج وإعداد وتقديم، وسعيد بتواجدي معاكم. عمل حكاية حضارة طبعاً كان على عجالة، وهي أول تجربة لي في الطابع المصري. صريحة يعني صراحة كانت فيها تردد كثير، ولكن أخوي وصديقي الفنان فادي الشتاري قدم لحن جميل خلانا يعني نحاول التجربة، ونرجو من الله أنها تكون نجحت. يعني جميل جدا. نحن شو رأيك نشوف مع المشاهدين نسمع هاي الأغنية ونرجع أكيد نسمع حوارنا؟ خلنا نسمع الأغنية مشاهدين ونرجع. احنا الملوك الفراعين طول عمرنا معروفين، حكيتنا تشهد في التاريخ كفاية اننا مصريين. احنا الملوك الفراعين طول عمرنا معروفين، حكيتنا تشهد في التاريخ كفاية اننا مصريين. الحكاية إننا قد التحدي، إننا نقدر نكون نقدر نعدي. الليلة دي مش فرحة عادية، النهاردة عيد لكل الإنسانية. الحكاية إننا قد التحدي، إننا نقدر نكون نقدر نعدي. الليلة دي مش فرحة عادية، النهاردة عيد لكل الإنسانية. استردنا وتتر هزمنا، ما فيش لا مرة واحدة تهزمنا. مصرين العالم حياة والصوت وحس، احنا اللي بنينا العجايب بالكرم بس. هيك استردنا وتتر هزمنا، ما فيش لا مرة واحدة. تشهد في التاريخ كفاية إننا مصريين. جميل جميل هذا الإبداع، وجميلة هاي الأغنية، وخاصة التجربة الأولى لك. لكن أعرف أنه كان في ردود فعل جميلة خاصة من الصحافة المصرية. الله يمن. أنا حقيقة أول تجربة لي لازم أعترف فيها، وردود الفعل ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا أخوتنا وحبايبنا في الجمهورية المصرية يعني حقهم علينا، وواجب أن احنا نقدم دائما. وحضورنا في الوطنيات، أنا هذا أول حضور لي في الوطنيات المصرية، وأيضا كعمل مصري باللهجة المصرية، ولأول مرة في حياتي يعني أقدم شيء نفس هذا. وأرجو أني أكون تيملت يعني. لا ان شاء الله ما قصرت، بيض الله وجهك. اذا خبرنا شوي عن تنفيذ هاي الاغنيه، كيف جتكم الفكره؟ كواليس العمل؟ والله الفكره هي اسست كلحن، وطبعا اليوم اللي تم فيه نقل المومياوات او الموميات بشكل عام كان يوم يعني كل الصحافه كانت تتحدث عنه قبلها بفتره. نعم. ولكن أنا يعني ما كنت حاسس أني ممكن أقدر أقدم في شيء، ففكرة الفنان أخوي فادي الشتاري وجه له أفضل تحية. أكيد. قال لي طارق جرب التجربة المصرية يا أخي. جربت
المخارج عندك، تعال نسوي تست وكذا. فأعطاني لحن وسوينا فكرة وقال لي خلاص نتوكل على الله، أنا أرى أنك أنت جاهز. وكان تقريبا باقي على يعني يوم واحد، كان يوم الجمعة، احنا خلصنا العمل السبت الصباح يعني، والمومياهات راح تتحرك الساعة 8 في الليل يعني، وكان في رهبة كبيرة من انت اصدرت يعني العمل بعد هذا النقل. جميل. مش بعد، قبل. قبل، ممتاز. صباح اليوم نفسه. جميل. طبعا شفت هذا الإنجاز التاريخي المميز، كلمنا كيف شفت هذا الحدث ونقل الموميات. والله مهيب وشيء نحن نفتخر به كعرب. نعم. وجمهورية مصر وأهلها غالين علينا. أكيد. ومصر ثقافة وتراث، وصراحة نحن ننهل منهم في الماضي وفي الحاضر. أنت بالعادة تزور مصر؟ والله أنا إلى الآن لم أزرها ولا مرة، أتمنى أني أزورها إن شاء الله تسمح الظروف وأزورها. أكيد. وين أبرز الأماكن اللي ودك أنك تروح دائما تسمع عن مصر فيها؟ أنا كموسيقي نفسي يعني لي منية في حياتي أني أغني في دار الأوبرا المصرية، يعني هذه أمنيتي كموسيقي يعني. إذا ودي أدخل مصر ودي أدخلها من باب الموسيقى يعني، محبة الموسيقى، ودي أغني في دار الأوبرا المصري. إن شاء الله تتحقق. هذا حلم أتمنى أن الله يحقق لي. بإذن واحد أحد. أعرف أن لك أعمال جديدة، في عمل جديد تو نزلتوه من يومين، تكلمنا عنه. نزل لي عملين خلال فترة هالشهر، صراحة هالشهر كان شوي مضغوط بالأعمال بالإضافة لحكاية حضارة. نزل لي عملين، الأول بعنوان المسألة. كلمات الشاعر نجم وألحان علي عبد العزيز، ونزل لي عمل قبل 4 أيام بعنوان ودي ولكن، كلمات ناصر القزلان ألحاني أيضا وغنائي، واللي تشتهون وتحبون أنا حاضر. يا ريت تسمعنا واحدة من هاي الأعمال الجديدة إن شاء الله. لو تبغون الثنتين فالكم طيب. أكيد رح نسمع الثنتين خلال الحلقة هاي إن شاء الله. يا حبيبي كل المسائل مسألة، والمسألة يبغى لها كتب وشروح. يا حبيبي كل المسائل مسألة، والمسألة يبغى لها كتب وشروح. خذيت من قلبي ضميرا واسأله، هاك الضمير الوافي العفة السموح. يا حبيبي كل المسائل مسألة، والمسألة يبغى لها كتب وشروح. كم ليلة أنا أشد خيالك وامهله، وش فيك تاركني على قيد الجروح. كم ليلة أنا أشد خيالك وامهله، وش فيك تاركني على قيد الجروح. ما غير تبحث في الهدى وتبلله، وانا ما ميز بين جدك والمزوح. يا حبيبي كل المسائل مسألة، والمسألة يبغى لها كتب وشروح.
جميل، يسلم هالصوت، يعطيك العافية يا طارق. نحن أكيد مستمرين معاك، لكن اسمح لنا نطلع مع المشاهدين لهذا الفاصل القصير ونرجع أكيد نستكمل حوارنا في هاي الفقرة الفنية. يا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. عندنا الفنان اكيد طارق المنهالي، لكن ودنا ان نروح لاحد هذا الفريق العمل المتميز في الاغنيه الاخيره اللي قدمتوها لام الدنيا مصر. طبعا راح يكون معانا عبر الفيديو الملحن والفنان فادي الساري. يا مرحبا ومسهلا فيك. يا مرحبا فيكم، مساء الخير عليكم وعلى الفنان الجميل الاستاذ طارق المنهالي صديق العمر. هلا وسهلا، هلا مطرب الفذ. نور يا ابو تركي، منور. نورك الله يحفظك. نور. سعيدين بهذا الاحساس الجميل اللي متعودين عليه، يعني مش جديد عليك. الله يحفظك. ما شاء الله ابدعتوا في هذا العمل حكايه الحضاره. ودي اعرف عن الاغنيه هاي المشتركه اللي اشتغلتوا فيها بكل حب. طبعا هذا العمل نحن نتشرف ان نقدمه لمصر الحبيبه الغاليه بهذا الحدث العظيم، ومبارك لمصر، يعني فخر لكل العرب هذا اللي صار في مصر. وحبينا نكون مشاركين، يعني حتى لو مشاركتنا بسيطه بهذا العمل انا واخوي الفنان طارق المنهالي، وحبينا نقدم شيء للعرب والمصريين اخوتنا وبدورنا نتشكر كل الناس طبعا اللي تعبوا معانا. خلال 48 ساعه كان العمل جاهز، الناس كلهم يعني كانوا معانا ايد بايد. وابدع طبعا ابو تركي، علما انه لاول مره يقدم عمل باللهجه المصريه. ما شاء الله عليه، يعني نبارك لنفسنا. أكيد لا شوي بالغت فادي، شوي كأنك بالغت. لا ما أبالغ فيك أنا أبو تركي، أنت تعرف أنا في الاستوديو ما في يعني على فكرة هذا الإنسان ما يجامل، يعني جدا في الاستوديو ما عنده مجال ربع تون. ما شاء الله ما شاء الله. بعد أنتوا أعمالكم يعني هاي مش أول عمل مشترك، يعني ما شاء الله لكم أعمال فادي أعمال كثيرة. كل الأعمال خلف أعمالي تقريبا كلها. إيه تقريبا صديق العمر، مثل ما صديق العمر، والحان عديده تعاونت معاه فيها لا تعد ولا تحصى. لكن اكيد كان في تحديات، يعني خاصه هاي اول تجربه للفنان طارق، وايضا اول تجربه لك كتلحين اغنيه مصريه، صح؟ مصريه. ابرز التحديات كيف واجهتوها خلال هاي 48 ساعه؟ والله يعني التوفيق من الله، يعني مش الموضوع سبحان الله، يمكن بنيتنا، يمكن لانه احنا حابين، يعني انت عارفه هاي الاعمال اصلا ما يكون من وراها اي مردود ولا اي شيء، فحبينا نقدم شيء من عنا ومن من يعني شيء من القلب كما يقولوا يعني. جميل. فتشرفنا صراحه، وعمل فعلا جميل، ولمسات ابو تركي كانت الرائعه. جميل جميل. ما عليك زود يا ابو ادم، الله يحفظك. طبعا فادي انت مش بس ملحن، بعد مغني، شرك نستغل الفرصه بعد تسمع لنا شيء. والله نستغل وجودك ونسمع صوتك الطيب. اتشرف، انا كنت مسلطن مع ابو تركي اذا يشاركني. اكيد يا ريت يعيد، اريد منه ودي، ولكن برضه عمل جميل وقدموا من قدمناه من اسبوع، يعني ما شاء الله ابو تركي من النوع النشيط جدا في الاعمال، يعني ما ينيمنا ابو تركي. اوه هذا شيء طيب، ما شاء الله. لا تطلع الخط المستور، الله لا يضيع التعب ان شاء الله. اذا طلع شيء اعمال عادي لا ترقدون. انا حاضر، اذا هندسه الصوت واصلهم الصوت ممتاز انا بعطيك باور من عندي بالعود.
نحن ما عندنا مشكلة وممتاز أمورنا طيبة وأحلى ديو يلا فلمسيان هذه الأغنية طبعا يعني عزيزة جدا علي بس بقول معاك أبو تركي أنا الأغنية عزيزة جدا علي صراحة يا سلام يا سلام يا رب ما تقول في مقطع بس إن شاء الله أنك ما تطرق له يا أبو تركي هذا يسبب لك مشكلة عندك تحقيق ودي ولكن كيف تحقيق ودي ودنا زماني لا يجي لي على الكيف عيا زماني لا يجي لي على الكيف مع نصيب تردي ظلم الليالي مع نصيب تردي تجمعوا واصبحت انا عندهم ضيف تجمعوا واصبحت انا عندهم ضيف فصلت من خامس شقة ثوب قدي كسيت نفسي بالعنا والتحاسيب كسيت نفسي بالعنا والتحاسيب ودي ولكن كيف تحقيق ودي عيا زماني لا يجيني على الكيف عيا زماني لا يجيني على لقيت من وقتي عناد وتحدي لقيت من وقتي عناد وتحدي يمرني عمري مثل عبر الطيف يمرني عمري مثل عبر الطيف يا ما تمنيت الدقايق تهدي ويا ما تمنيت الشتاء ينقلب صيف يا ما تمنيت روعة 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 يعطيكم الصحة والعافية سلام عليكم شكرا شكرا لكم فادي شكرا على الوقت الطيب بالعكس انتم نكون مشرفينا يعني. اكيد مشرفينا منورينا نحن قبل نختم ويا الملحن والمطرب فادي كلمني عن اعمالك الجاية بشكل جدا سريع ان شاء الله في عمل اوكي اتوقع صار في خلل تقني نرجع لضيفنا الكريم يعطيك الصحه والعافيه شكرا يا فادي ان شاء الله الايام الجايه راح نتكلم اكيد عن اعماله الجايه فناننا المبدع طارق اكيد في فنانين معينين تحرص دائما على متابعه جديدهم من حب اكيد لاعمالهم منو هي الفنانين لا هذا سؤال صعب ما استطيع اجيب عليه ليش لا صعب جدا معقول ما في حتى قبل لا تدخل الفن فنانين دائما بالعاده تقصدين اللي تاثرت فيهم كثار وحاليا ما مش متاثر باي لا حد لا انا حاليا مش تاثر حاليا انا بنت شخصيتي كفنان أكيد. انت هذا السؤال يمكن متاخر يا وقت لكن ما احب اني اتطرق الاسم يعني بالعكس بس اكيد في فنانين من اللي رحلوا وتوفوا والله تحب انك دائما تتابع نعم. اعمالهم جابر جاسم رحمه الله عليه يتكلم عن اللي تاثرت فيهم من طفولتي الله يرحم الفنان وحاليا المارتي. مش متاثر بحد امورك طيبه انت لا لا لا. بارز يعني واحد ما يختلف على هذا الشيء لكن اكيد في فنانين بالعاده تحب انك تتابعهم او تحب تسمع جديدهم احب اسمع للكل
تعرف عيل بس أك سؤال ثاني، منو الشخصية الفنية اللي ودك تسوي معها ديو؟ كل شخص يقبل أني أنا أكون معه، يعني يتقبلني أني ممكن أنا وهو نقدم ديو جميل. ما بتغلبيني رحاب. هل هذا أبداً غرور طارق معقول؟ غرور هذا؟ لا لا أبداً أبداً، أعوذ بالله. أقل الناس غروراً في الوسط الفني، ما أبغى أتكلم عن نفسي هو أنا. أوكي. بس تحديد اسم يا أختي رحاب، أنت تعرفين أتوقع غير مناسب. أنت ما ممكن تدخل في إحراجات. مش إحراجات، الكل أحبه وأصدقاء وربع. وصدقين يعني هاي رسالة لكل الفنانين اللي يعرفوني وربعي والملحنين. أنا أي شخص يمد لي إيد العون أنا بقول له يا مرحبا وسهلا وعلى عيني وعلى راسي. جميل جدا، راح أتشرف بالكل. لو أنتي تبغين تغني ويا ما عندي مانع. ما صح صراحة. شو رأيك؟ ما صح. شو أكثر من كذي تعاون؟ الله يحفظك. أعرف أن أنت بعد مش هذا شاعر. لا أنا مو شاعر. ها مالك تجارب شعرية؟ ما أقدر أقول عن نفسي شاعر، يعني كاتب نثر. يعني ما أقدر أقول عن نفسي شاعر، طبعاً الشعر له ناسة وله متخصصين. كتبت شيء، ولكن لا يرقى أني أنا ممكن أقول عن نفسي شاعر، ليس تقليلاً من شأن نفسي لا، ولكن لكل مقام مقال. أكتب الأشياء البسيطة بيني وبين نفسي اللي ممكن تبني لي كروكي لحن، وتلاقيني أقعد مع الشاعر وأقول له طرى في بالي لحن من هذا الباب. جميل جداً. بما أن اليوم هو اليوم العالمي للصحة، صحة، أعرف أن كان لك تجربة أو عمل خاص لخط الدفاع الأول، كلمني شوي عن كواليس هذا العمل. إيه نعم، العمل هذا قدمناه مع تقريباً من شهرين أنا وأخوي الشاعر هادي المنصوري، وجه له أفضل تحية. نعم. كان ألحاني وغنائي وتوزيع المايسترو محمد القحوم. العمل كان بدعم من إدارة لجنة المهرجانات في أبوظبي، أيضاً أوجه لهم أفضل تحية، وللأخ أيضاً عيسى المزروعي واللي هو فارس خلف، طبعا لهم فضل في هذا العمل لا ينسى. العمل ما شاء الله تبارك الرحمن في تلك الحقبة يعني من شهرين انه لقى نجاح جيد. كان اسمه خط الدفاع الاول. نعم. جميل. كان محدد وموجه لخط الدفاع الاول. جميل، كان عمل جدا رائع. شو بدك تسمعنا طارق الحين؟ والله نسمع خط الدفاع الاول اذا انت حاب. يا ريت، خلي اغنية ختامية لهذا اللقاء. اتشرف. تفضل. دا من المناسبة تسمح نسمع خط الدفاع الأول. أكيد تسمح. كفيت ووفيت إلينا ما وفيتوا، والله ما قصرتوا وافين الوافين. كفيتوا وفيتوا إلينا ما وفيتوا، والله ما قصرتوا وافين الوافين. خط الدفاع الأول ثابت ولا يتحول، لو الأمور تطول على العسر واللين. خط الدفاع الأول ثابت ولا يتحول، لو الأمور تطول على العسر واللين. يعطيك الصحة والعافية، أغنية جميلة، واستمتعنا بهاي الوصلة الموسيقية، ومتعنا أكيد وجودك اليوم في برنامج مسيان. الله يسلم، شكرا لكم، موفق خير. حياك الله. إذا مشاهدين نحن أكيد مستمرين معاكم أمسيتنا الغنائية مع صوت مميز، بتعرفون منو، لكن بعد الفاصل تريونا.